السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج الخاص حول التوعية لمرض أو فيروس أو جائحة كورونا. ومعي داخل الاستوديو كل من الأخ آدم أحمد عبد الجبار المعروفة بدومبو جويا، والأخت منيرة مشالة، هما عضوة في اتحاد الوطني للمنظمات الثقافية والفنية في تشاد. في البداية أرحب بدومبو جويا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منيرة السلام عليك. السلام. اليوم نحن نتحدث حول دور الفنانين في توعية المواطنين في شأن يكونوا بعيدين من مرض هذا المرض، صراحة مرض شين وهوان، مرض الكورونا، عفانا الله وإياكم. أنتم فنانين عندكم دور كبير، فدومبو جويا تقدر تورينا أنتم في المستوى كفنان شنو الشيء اللي أنتم عملتوه في شأن توعوا المواطنين من الابتعاد واحترام توجيهات وزارة الصحة والجهات المعنية بصحة المواطنين. أولا شكرا جزيلا لناس التلفزيون، نعم تلفزيون تشاد، وبصفة خاصة ناس أسرة البرنامج، أنه أنتوا فعلا يعني فتشتونا في شيء مهم جدا، والشيء ده بخص يعني مرض خطير، ولسه في ناس في تشاد ما بعرفوا خطورة هذا المرض. والشيء ده نحن كفنانين احنا قاعدين نتابع الفضائيات العالمية، وشفنا عن عدد الوفيات في كل الدول، وشفنا حتى الدول العظمى يعني هي خافت من هذا المرض. أكيد. ونحن في تشاد دولة يعني لبلدنا شعبنا كفنانين واجب لنا دور وطني. نعم. يعني زي ما انتو جورنالست بتقوم بعمل وطني، نحن برضو كفنانين يجب لنا كل الفنانين من هذا المنبر يعني يقوموا بالتوعية لأي إنسان على حسب قدرته، لأنه في لحد الآن ما في إمكانيات، لكن على إمكانياتك القدر كفنان واجب تقدم توعية، على لأنه المرض ده ما في جمعنا. المشكلة لسه الناس ما فاهمين المرض ده ما في جمعنا، المرض ده شات كبيرة. نعم كبيرة. في ولايات، في مناطق، في حلال ما بعرفوا التوعية اللي احنا سيقنوا، بس نجمعنا هنا فاهمين، ما تكون ارتست دومبو جويا، اسنجيلي، منيرة مشالة، الهاج طوق، كل زول بدي ميساج، لكن ندور كل الفنانين في كل الاراضي الوطنية، كل الاراضي الوطنية بكل اللغات. نعم. يقوموا وما قصروا، بس برضو ما قصروا، ما في زول قدم لنا حاجة، لكن نحن بنفسنا كله قمنا، والاتحاد الوطني برضو، ونحن كفرقة دومبو جويا قمنا بشغلنا بدون أي زول كلفنا، وقمنا عملنا توعية وجهزنا أغاني وكيف توصل للمجتمع المسؤولية أنه يبتعد من هذا المرض. تمام. نعم. منيرة مشالة، الناس كلها غير جوك يسموا منك، أنت كلها طبعا فنانة وشابة. وعندك مساج أكيد، عندك رسالة دار تقدمي للمواطنين التشاديين في شان المرض ده، مرض هوان، ونادم كان يعني احترم ريسبكتي المزير القرارات المينستري سونتي سودا، ممكن يبير يحفظ نفسه ويكون نادم سليم يعني في المجتمع. انت شنو الشيء اللي انتو سويتيه من ال سي مرض انا كورونا فيروس ده مرض خطير دخل جاي يقتل الناس في الدنيا، قتل الناس في اوروب، في امريكا، في اسيا، في افريقيا، واسيا، في تشاد كلها. دونك ان تانك ارتست دعنينا لمينا، اما ادم دومبو جويا، انا منيره مشالة، ما بلاسيد اري، وعزلات لمينا كلنا كي سينا شانسون وايت شانسون لا سغاي سنسيبيليزي تشاديان دول غاي باسي في راديو ناسيونال تشاديان، غاي باسي في اف ام ليبرتي، غاي باسي في اف ام مانديلا، عشان ده ديفوار حاجه نانينا ارتست تشاديا هو كي ترافا انا ارتست دو سنسيبيليزاسيون، ترافا انا ارتست دو اكسيون سوسيال، وده ديفوار حاجه نانسو اورو لتشاديان دول الغادين في جامينا، الغادين في ابيش، الغادين في سار، الغادين في برا، يا فمو كدا مرض انا كورونا فيروس ده مرض خطير، الغا بكتو شاق خطير مره يا ريسبكتي و يسمو كلام انا مينستر انا سانتي الغاي اوري خاصلو ايدن كو فوفو يفكروا لي يال دوغا كولي خاصلو ايدن مي خاصلو هيجين كان يدور يعطشو ولا يقوه علي شو لو مشوار علي غاردي ديستانس انا امتر علي غاردي دو تان 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 كلام المينستر دو سانتي غاي اوري ده علي ريسبكتي كان غاتي يسمي سي الفيبر ولا غاتي سي بيد ده تنادي نيمورو فير فير 13 ولا تمشي في سانتر دو سانتي هاجك عشان كلنا كي علينا نلمو نداوسو كورونا فيروس.
تمام كويس. منيره انت كمراه يعني اكيد يعني المراه في البيت عندها مسؤوليه زي ما قلت هي يدور مساعده شيء من الام فانت شنو مساج حقك للامهات في البيت يعني لان هي يمر غير وما تقدر انت كما بقيت فيجيها ما بقيت شيء كمراه يعني عندك واحده غير ما تقدري يلا يمرقوا يلا بيمشوا مكان جيران يجي ياكل يلا بزي ما يغسل يدينك يدس يدينا في مولاه يشيل شغل واتو ياكلها فانت شنو مساج حقك؟ لا اتو مسؤوليه انا ابات وانا امات كل في البيت ده يفكروا العيالات يفكروا الايديوكاسيون حقهم يهجوا لهم فوق فوق ده كل مره ده مشكي نادوم يخطم تي جي اس بي كلام يهجوا لهم كذا مره ده شو خميس اللي خاطر في تلفزيون كل قاعد يوصفوا بديسان دول ولا في انترنت دول كلها هنا يونيسيف قاعد يوصف ديسان العيالات دول كي كيف يديفاندر من كورونا فيروس وكونفينمون هسه جوفرنمون انستوري ده كله يفوك يرسبكتي ما يقعدوا يمرقوا يمشي مشي في السوق ولا يمشي يلموا مكان من هذا جروب ما ولا لمين ده سمع في اللي يرسبكتي تمام. دمبوجويا آدم أحمد عبد الجبار طبعا أنت فعلا ذكرت أن قمتم بمحاولات وعدتم بعض مثلا الأغاني حول توعية المواطنين. هل أغاني طبعا نحن زي ما قلت جاءت عندها حوالي 200 وكم لهجة أو لغة فهل مثلا أنتم يعني احترمتوا التنوع الثقافي واللغوي اللي عندنا في تشاد دفشن قدرتوا تسجلوا الأغاني ده أو المساج حقك والرسائل حقك ده لغات مثلا فرنسي عرب كلام سارة كلام كامبو كلام قران كلام زغاوة يعني هل مثلا سجلت كلها ولا قاعد تتعاملوا باللغتين ده بس؟ والله شكرا للسؤال ده سؤال مهم جدا لان فعلا احنا في تشات عندنا لغات كثيرة وعندنا 275 قبيلة ولهجات مختلفة لكن طبعا عندنا لغات يعني في البلد لغات كتير يعني رسميه العربي والفرنساوي والعربي اللوكال وبرضه بكلام سارة بكلام قران بكلام زغاوه بكلام كانيمبو ده كله يعني عندنا ارتست يعني حاولنا شكلنا عملنا ميكساج على لغات مختلفه على اساس انه اي زول يقدر يفهم على حسب قبيلته او على حسب لغته ولغته ولسه يعني برضه قاعدين نفكروا نزيدوا المساج ده والمساج ده ما داري انه يبقى على قبيله معينه او لغه معينه او اتجاه معين دارين اي الغالبيه نعم نعم الغالبيه كان ما قدرنا عملنا 100% نعمل 60% يكون قدرنا وصلنا كل المعلومات ده للناس نعم نعم. وهسه مثلا انتم كاتحاد وطني للمنظمات الثقافيه والفنية مثلا هل عندكم تنسيق ما بينكم مثلا انت ذكرت الان 23 ولاية يعني كلها محتاجين ان هذه الرسالة او هذا الوعي يصل ل 23 ولاية هل مثلا انتم منسقين وعندكم اتصال مع الفنانين في الاقاليم على اساس ان هم كل يقوموا بنفس الوظيفة هناك لما في اذاعات اف ام في بعض المحطات مثلا المحلية فمثلا هل في تنسيق بينكم على اساس سيسا انكاد هو طبعا زي ما قلت الاتحاد العام منظمات الفنانين عندنا التواصل بيناتنا مع في ناس في موندو في سار في ابشيا في الولايات الكبيره كبيرة نعم. عندنا بريزنتها هناك واتصلنا بهم وحتى ورينهم هم يقوموا بنفس الدور بتاعنا هم بيقولوا ما عندهم امكانيات ما عندهم لكن قلنا لهم بامكانيتكم البسيطه اخدموا وانا هنا خدمنا لازم نرسل لهم وزايد على انه هنا برضو كتبنا للينا المنظمه اللي هي المؤسسه الكوميسيون انا الكورونا فيروس اللي هو برئاسه كالزيبي رسمنا لهم من هنا البروجي انا تانكي ارتست دام دورنا وهم الكوميسيون ذاتها بخدم بمستوى مع الارتست الواجب هو يخدم مع الارتست عشان ده احنا رسلنا لهم الرساله بانه كيف نحن جاهزين احنا كارتيست جاهزين بكل امكانياتنا واغانينا والارتيست عندنا والميوزيشن عندنا حتى نقدر نعمل كرفان على المستوى من مدينه الجميله وعلى مستوى الولايات يعني كرفان بدون لما الناس ممكن في وتير بلاتو نعمله ونحط آلاتنا ونحط الأغاني بتاعتنا والمساج حقنا ما يكون في زحمة بتاعت فنانين يكون في مثلا كيب من 10 15 نفر ويكون يلبس الكمامات ويعمل ديستانس ويغسل الإيدين يوصف توعية لأنه في أحياء
ما عندها علاقة بالراديو والإذاعة والتلفزيون ولا المساج بتاع الحكومة ما فاضية له، لكن عشان ده الكرفان اللي يقدر يوصل لحسن انجمانة ده عندها مثلا ديجيلات انقبو بردو كبيرة حلال دي بعض مرات ما بيشتغلوا بالإذاعة والتلفزيون والحاجة فإلا الارتيست هم اللي تاكي المناطق دي والحلال دي انا بشوف الكوميسيون خليه يخدم الارتيست. ممتاز جميل. منيرة مكالا انت بريباريشن يعني لكورونا شغل كيف تقدر تورينا له هسه في بلاتو كي مساج كي يعني بصوتك كده ل با انا دا انا دا تريكت في ريغلمان انتو دا ريغلمان انا خاصي لي نيدن لي صابون ريغلمان انا او دي جافيل يوتيليزي او دي جافيل ولا اوتوميشن دو جيل ا باز دالكول و ديستانس كلها اللي ريسبكتي علينا سبقوا ستريكت فوق عشان هو مره كان كورونا فيروس زمان مره كان ليد معي دونك لا يقربك بعد اسبوعين قاعد تفكر كدر كرباك دونك كان تنتا تي ريسبكت تي ليميتي دا اخر تي ريسبكتي الميزور على انتو و سيرتو يالا دوغاك دوك لا لي فاكرو لهم و كان غاتي هيس فيف ولا كان غاتي هيس مثل جلدك قاعد بوزاك بنادي نيمورو فيردا أنا خلي شو لو كونسيانس كي كذا شو خلا ما إن شو خلا نستقبل ما في عشان شو خلا في جنس الدنيا كلها كي كتر قريب مية وزيادة ألف نازل ما شو خلا نستقبل أني نرى هني ده سي كهجنا ما كتير لكن نقدر بطن يجيني وني رجوير كورونا فيروس نيشر لان كيف هو كي رسبكتي ل كونسين هانا غوفرنما هانا مينستر هانا سانتيال وعاتيس تشاديان كله يفكو كل كي لومو يسو اليسي تياتر اليسي ميوزيك اليسي دوكيومنتير سي رياليزاسيون عشان يسنسيبيليزي ناس انا انا جامعنا هنا برا كل كي كلنا كي انسامبل الناس غاورو لينيو فير لا فور دونك كلنا كي كلمنا ده بنبغى غاوين ونقدر نكومبات كورونا فيروس اوكي دونك نادي ارتست دول نادي تشاديان دول كل كي حالي ريسبكتي ميجور ده او كان كان غاي اورو تو تيرامين ده ني كورونا فيروس نورغو برا ان شاء الله ان شاء الله. منيره ممكن تسمينا شيء من غناك كذا قناه الكورونا ده Lavez-vous les mains avec du savon. Lavez-vous les mains avec de l'alcool. Gardez, gardez un mètre de distance. Respectez les consignes. كويس ده امبروفيزي اها دي المره هاي شكرا ده طبعا بان فرنسي ما اعرف دمبوجو تترجم بالعربي ولا والله يا اخي احنا ما بنتكلم في انه الكورونا فيروس ذاته نعم يعني هو صحيح مساج ده عندنا دورنا مساج صحيح ولازم نتكلموا في انه الناس كيف تغسل ايدينا نعم وتقيف متر نعم تبعد نفس ديستانس نعم والشيء الثاني ده الوزير كان داري يقول كله لازم يحط المنديل لازم يحط يعني ايدينا كله يعني لازم يعني نلم سوا ناكل سوا ذاته مشكله بس الناس عندنا في تشاد عندنا عادات وتقاليد نعم دبلاي ناكل سوا في الدبلاي نعم دي ذاته مشكله في الدبلاي ما قلنا ما ناكل سوا لكن كان ناكل سوا كل شيء الزمان ناكل 10 سوا ده خلينا ناكل 4 5 ولا نعم 4 خمسة كتير أربعة بس نعم. أربعة سوا عشان الديستانس بيبقى شيء كي نعم. مسافة كويسة ما نخلو عدد نعم. لكن برضو شنو لازم شيء كي ما نزام الدبلة ده خليه يقسموها اثنين أو ثلاثة نعم ده واحد لما أنا نكش الكرتة دول ده خلينا نخلو ونمشي في للناس خلي زول أي زول نقعد في بيته نقعد في البيت يعني ذاته كله عجينا كورونا فيروس قتل الناس كورونا فيروس ما كورونا فيروس كورونا فيروس ما تسلموا كورونا فيروس يعني شنو عملنا مساج نعم انه الناس ما يسلموا على بايدينا نعم يعني تقول له يغسل يسال سلام بيه السلام عليك بس لكن ما يقول الا يسلموا شو تقرب اخوك الا تسلم بزبين ده ما بيحصل شيء ده نعم خليه يعني تقول له ما الصلاه في الجامع الناس بعدين جاي يزعلوا كيف انا ساقوم صدقنا من جامع لا ما صدقكم الشيء ده مرض خطير الأئمة والشيوخ والكنائس كله شافوا الشيء ده ما ببقى نعم
لما الناس ده بيجيب المرض نعم. خلي اي زول يقعد ديستانس من اخوه نعم. عشان ده ربنا ما امر بالهلاك اكيد عشان ده يكون التهلكه ما ربنا عرف يكون التهلكه نعم. عشان ده اي زول خليه يحترم الكلام على الحكومه تمام. يحترم كلام على المينستر دي سانتي مساج على المينستر دي سانتي ده بارجور ده جاي له صحيح جاي له تقرير من المونديال العالم في العالم ماتوا كم قد احنا مرضانين كم علينا نفس الشيء زي زي الدول الاخرين عشان ده المساج خلي اخواننا يحفظوا نفسهم في بيوتهم تمام. الكفر فيه يقول لك الكفر فيه حكومة ده دسانة ما دستاك جوا دستاك جوا كلام انت ما دورك تمرض اقول ايه ترمى الكفر فيه ديزنيفر ده خلاه يزل ديزنيفر ولا مينيسي ولا دريكتير ولا ياتو ولا شنو كل اقول في بيت يعني نعرفك انت حكومة نعرفك نادم الناس كله بعرفوك دنبجوه الناس كله بعرفوك لكن يرسبكتي ديزنيفر ده يكون قاعد في بيته تمام. الناس ده شغل ده ما عنده واسطة ما عنده علاقة ما عنده ولك أنا فلان ولا فلان خلي الناس ده كله يحترموا كلام على الحكومة ومساج على المينستر السانتين والجورناليست يوم بحجوا ده ما بحجوا ساكت الجورناليست ذاته هم قدموا روحهم بمشي في الأسواق في وين ده عشان شاف الشغل ده جراف مرض بطل الناس عشان ده وصيتنا وصية جميلة دمبوجي منيرة دمبوجي حجة في كلام حتى أنا الكورتي قال الناس ريسبكتي لأن الشيء ده سوده عشان في فانتاج عن المصلحة عن البوبلاسيون فأنت شنو مساج حقيقي للناس لا أنا ده من هوريم هلي ريسبكتي بس كل فرد عشان مش الكونسيي أورا ده ده مالي سيكوريتي حقنا لي ديانا لي سيكوريتي حنا فامي حقنا لي سيكوريتي حنا اهلنا دونك كو فول فيد ما شق الهوان ما في سينا قاعدين بقى يشكو مال كو فول في خطو لنا بتن كونفينو ما كله بهراي ومال بتن جاي يتونار بكن هان يوكيك جاي يشكو لكن المهم ده لي سيكوريتي حقنا ولا اخي حقنا ده كو فول فيد علي ريسبكتي مين جنافا لي سيزا دي ماتانا علي ريسبكتي كو فول فيد ده لي سانتي حقي حنا بوبيلاسيون حنا شاك كل شيء le coronavirus kulo donc c'est à faire ça dans les masses à les respecter les couvre-feu et respecter le confinement et respecter les consignes تمام ده بيجي بخصوص وسائل الاعلام يعني الميديا هل مثلا قاعد تلقوا تعاون من الميديا عشان النساء شاب بده يصل الا عبر الاذاعات المحليه عبر التلفاز ما عندكم مشكله لكن بالنسبه للاذاعات مثلا الكاسيتات بكم او السيدي بكم ده يعني تقدروا توزعوا بسهوله ما في صعوبات والله انا بنشكر كل الناس الاذاعات في جهاد الاف ام بصفه عامه نشكر الجورنالست وناس التلفزيون الشات وتلفزيون النصر اي شغل شافونا احنا فنانين جبنا لهم ده طوالي بيحترمونا تمام وبيشيلوا وفي الفيسبوك ده مشكلتنا دائما الريزو بس ضعيف الكونكسيون ده مرات بيبقى ضعيف كمان كده يعني نحن بالنسبه للراديو والاف ام ار ان تي والنصر وكل ده ما عندنا مشكله ده طوالي بيشيلوا من اي حاجه كان جبنا لهم حسب المهم ده حقنا ده طوالي بيقبلوا انا اي ارتست بقبله تمام ده نشكر جورناليست كثير عشان اي شيء كان سوي انا دوما قاعد اشوف قاعد يفيزي ديريكت وده فما غان تيري لهم شابو ريسبي تمام المنيره تشال هسه انت كان مشيتي مثلا السوق تشوف الاوين يعني كثير هم يعني قاعدين في السوق بعد ما يزير هنا سدوا السوق ده ففي الخضار في اخوان البيع عن البصل ومثلا اخوان هنا الخضره وهنا البيت فالمزير ده اسكي ريسبكتي و يعني انت شنو الكوست حقك في كوست حقي ده انا ده ارتست انا ده نعدي لم ديريكت لا عند كالكو جور ماشي ده ماشي على سانتر فيل ده جيت فوت دي سكابي ده الشيف عبينا جاي ساوق دي ورشال دي كارود دي جيمبل غالي ده على سا انا بوفيتي بي اوكازيون ده ليت اسبيكي لهم وتل مكان ده ان برينسيپ دما يغو دو دي لامين بروش باسي دونك كوم اندي نو كونسينغ ده بكان واحد بي ديسان كل في عشان وادين ده لما يعطي دي برو سانتي ما يعطي دونك جاي ده برو كده ما دونك expliquer les cadres mogodu ma proche de ma semaine les coronavirus da ils transmettent rapidement donc halli yego de distance ana 1 mètre ou 2 mètres en même temps halli khassulu yedenu de temps en temps en même temps halli khassulu bijim il faut que les consignes
موجودوا مرضادين ملمين كده خطر لهم هم ما يقدروا يشيلوا يودوا لفامي حقهم يقسموا لي يعني يقسموا بجان وشي شيء كده تفكر رايل في خلاص شتت لنا انت رما ده كنا دونك اوينا قاعدين جاي دمو كده ولا ناس اخرين كل بقى واحد كوافر دور جاي يقولوا كده ثلاثه لمين هسه ده انترجي لمين هسه ده هل يخطر في راسي كده انترجي كلام جاي هدي لهم ده هل يرسل تمام دمبوجيه بخصوص خاصه مثلا مساله الاستيعاب هذه الرسائل تحتاج لجهد يعني ما لي اول يوم او ثاني يوم ثالث يوم مثل الناس يعني بقدر بسمعوا الكلام ده هل انتم مثلا مستمرين في مساله التوعيه دي ولا خلاص عملتوا يعني مره واحده مرتين وخلاص جبتوا والله سؤالك ده سؤال مهم جدا اول حاجه الوعي بالنسبه لنا في الشات شويه ثقيل صحيح بالنسبه للتوعيه بتاعت الفهم بتاع انه مشكله بتاع كورونا فيروس يعني احنا الارتست دمينا بجهودنا بدون بامكانياتنا البسيطه لكن خلي الكوميسيون انا لا لا انا المسؤول من المساله بتاعت كورونا فيروس الكوميسيون ذاته خليه كولابوراتيف مع الارتست عشان يلقى قدره عشان الارتست ما يقدر انا اليوم ممكن اليوم باكر ايه 15 يوم 20 يوم بقدرتي لكن قدرتي تجيب الناس وبعدين ما يقدر يلقوا المساج ده عشان ده نقوله خلي الكوميسيون انا كوفيد 19 ده خليه يقوموا يفتشوا الارتيست ده يكولوراسيون معاهم يخدموا معانا عشان نلقوا قدره ما نكسله كان 3 شهور كله نخدم كان 6 شهور كله نخدم عشان المحلات عندي قدره اي عندي امكانيات عندي وتير عندي انسان عندي تو ميكروفون هنا عندي تو سونوريسيون هنا ايكيبمان هنا نقدر نخدم لكن نخدم بنفسك ده قدره هنا الاول ده سوينا لكن الورقه ده اوبليجاتوار خليه عشان المساج ده يوصل في اراضي تشاديه كلها لازم نحن نكون نخدم مع الكوميسيون هنا كوفيد 19 خليه من مكاننا ده نسوي رساله للكوفيد للكوميسيون كوفيد 19 الارتيست ده خليه يفتشونا الارتيست ده ما 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 كوتي واي بس في كونات في تو في انيكات في الجروبمان في تو ارتيست يعني شيك 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 كتير كتير كلوب ديال ارتيست يعني في ما 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 اتجاه واحد ما جهه واحده بس هي بس المسؤوله من الارتيست ارتيست كثيرين عشان ده خليه يخدموا مع الارتيست تمام منظمات انا ارتيست ده خليه يفتشونا وياخدوا معنا عشان ينتونا قدره نزيدوا المساج انا الفكره ده كله نمشي له ده وسيتي انا تمام نمير متشالا انت اسكي يعني مين النزيد اللي شالوا ده؟ وسنسيتيزاسيون التوعيه بدل ده هسه اسكي تشوف الناس كده قدروا يفهموا مساج ابوه ناس جاية فمو كنين ثلاثة كي جاية فمو ناس وعدين في علمة جاية فمو كلها وعدين رجال يشوفوا كلام انتري حقهم مكان وعيشكو يقولوا همم ده يقوموا فجر جاتا يمشي يفتشوا يخدموا جاتا يلقوا شغل يجيبوا لي يعلم في بيت باكلي بس ايه قال نفهمهم لكن شغل ده هو سيريو هو ما شغل عني استيبال ما في دم أنا أنتان كأرتيستا كم هسا كونسيير ورا ده سي إندي نو قدرة حقنا قدرة حقنا ده اللي نيتي هسا مش قريب ده سينا شانسون سانسيبيليزي ناس أنا اللي سيارة كور بكام وانا كان ماشيين في شارع اللي هنا شخوا ما قاعدين ندلوا نهاجوا عشان ناس بعرفونا ناس بعرفونا لكن أنا ما نعرف ناس كل شيء دان ليه المهم ما جاب بفهمه كلام ده ولا ما جاب بشلو سيريو ده نهاجوا اللي منورهم عشان كونسيكونس انا كوفيد ده هو دانجيرو زياده من تقعد في بيت سي تعبان اخو تبدا تنادي اخوك يقدر يعاملك بشغل شيء تبدا تنادي رفيقك يعاملك بشغل شيء لكن سيتياسيون هسه علينا قاعدين فوق دو سيتياسيون سيريو كوفيد 19 دو ما شاء الله ما في كان تسمع ما تسمع كل راديو جاي هجي فوق انترنت جاي هجي فوق ارتست جاي هجي فوق علي سي تياتر علي سي ميوزيك ناس جاي هجي فوق اما ناس في فامي ذاتها جاي هجي فوق مكان هذا نادم يجي لك في بيته ما يسلمك ده كله كان انت راسك قوي كيكي كله تفهمك هذا الشغل ده وشغل ده سيريو دونك ناس على راسهم قوي ما يقدر يسمو كلام الجوفرنمنت كونسينيا جوفرنمنت شالا ولا شغل الارتيست دول جاي هجرة قال لي قلت له اقول لهم بكا واحد علي يسمو عشان يبروتيجي نفسهم ويبروتيجي فامي حقهم يبروتيجي يالهم ويبروتيجي لي رفقانهم كلا اوكي نعم منيرة انتوا طبعا عندكم يعني مساعدة أو تعاون مع المستشفيتي هنا الموبيل مثلا تيجو إرتيل
يعني اسكو هما دا يساعدوك هم يساعدوا هم كلهم مثلا هم عندهم المويه عندهم ال ال بام هسه دا تي عند سنين سنتين سنين ثلاثه دا فينانسمان لارتيست كده جاسي ما كان لنا سعر كان سو فينانسمان حقنا لا هسه في 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 كان كوفيد كوفيد بسبب دا نعم أني نسيت هذا المسؤول هاجي. دابا كم أصلاً كنت أورا دا كوميسيون هنا كوفيد 19 دا. هلي سوتينير أني نا هلي سوتينير أرتيست عشان. تي أني دا بروجي دا لينجينا. بروجي دا هو ما جاي مانكي. أرتيست ما توجو جاي رفليشي دو جاي يخد. يا إيدا دا ما جاي مانكي. نعم كوميسيون هنا كوفيد 19 دا هلي سوتينير أني نا. أرتيست تيجو. كو اسمه شنو دول هم دول لس أنتربريز سوسيتي دول كل كي هلي سوتينير أني نا. عشان شو قال دا. وما شوف هنا داكي ولا داكي ما في ذا سيتياسيون على السيريو كلنا كان نلومو نو نكومبات شوف هلا صار نعم عندك اضافه في كلام والله كلام انا اخوتنا منيرة هو كلام مهم جدا جدا السوسيتي القاعدين في تشاد واجب هم ان في 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 شغل انا سبونسور جاي في الكورت ذاته جاي لكن في تشاد ما قاعدين نرسبكتيه يعني واجب هسا علينا دا ارتست ناخذهم ما يعني بمويه هسا كان ناخذهم بمويه حقا لكن واجب طوالي السوسيتي بس ينادونا هم ذاتا كي مثل تيجو ارتيل ياتوم شنو كل الناس ينادونا يقول لنا انتوا بروجي حقكم شنو هنا كمان نوروم بروجي حقنا وناخذهم كيف عشان كوفيد 19 ده الناس ما يشوفوا لي شغل خطير شغل خطير زي ما صحيح صحيح يعني بين انت زي ما قالت لك منيره هو كرباك وانت ما عندك خبر 14 جور دابا مرق لك قدر انت مرق ده هو خلاص انت شاله قريب 100 200 ناس شاله منك وهو اكلك انت قدر يجي يقلدوك انت انت موت اخر موت دوك عشان ده لازم كوفيد 19 ده خلي كلنا نحترمه كيف القوانين بتاع الكوفيد 19 ده الانينا بالذات الاخوان الشيف ده كاري شيف ده كانتو شيف شيف ده راندوسمري شيف ده فريق ده كله خليه يعني يوقع الناس الأسرة الأسرة ذاتها رب الأسرة ذاتها الأبو الأم الكاكا كل الناس ده في ناس كبار في السن خليه يوصفهم ما يعرفوا بعض الناس عندنا الشياب ما بعرفهم خليه الشباب ده يوصفوا الشياب والناس الكبار الشغل ده جاي خطير مرض خطير زي الطاعون زمان مرق في 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 الطاعون الجدري الجدري والحياة ده اخطر منه صحيح بوم ذاك الجدري بعرف انت كرمك جدري لكن ده شو كرمك ما بتعرف ايش كرمك كيف صحيح صحيح عشان ده الشيء ده انا بارك الله في الحكومه يعني من بدري قمت رئيس الدوله من بدري قمت طوالي رفع ايدينا وقال خلي يلا قوموا فوق انت الصلاحيات للحكومه للجوبرنمان للشنو للاسامبلي خليه يقوموا يشوفوا الشغل ده فالحمد لله يا سي يعني حكومتنا ما قصرت الحكومه ما قصرت قصرت المينستير دي سانتي ما قصر الجورناليست ما قصروا الارتيست ما قصروا لكن ده كله ندور زياده خلي كل الناس في المدن في 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 الفرقان في وين في اي مكان يقدروا يعني يوقعوا الجوفرنيرات كله الميرات في الاراضي في الولايات ده كله خليه يقوم بشيء ده ما ليه الشغل ده خطير تمام السيده منيره يعني شنو المساج حقك انت؟ المساج حقك ده مش على خليت عند دو جو ده كوستين ده لي ريسبكتي كلام على المينيستر انا سانتيغا اريد لي ريسبكتي عندك فوازين حقك ولا عندك رفيقك ولا عندك فرنا مامرا انا فامي حقك واحد حسيت جلد ده شيلا ودي ديريكت سانتي دو سانتي ولا نادي نيمورو فيرس 13 Donc, il faut qu'on soit solidaire, il faut que nous l'oumons. L'Union fait la force pour que nous puissions booster le coronavirus hors l'Inchat. Parce que l'Inchat, c'est constable qui fait un jour, par exemple, un ministre de la Santé, à l'État, tout là. C'est-à-dire, c'est un chose que tu as senti dans l'ahamie de l'Amnès, que tu comprends, et que tu es loin de ce qui peut causer le virus. اه
بكتانا منستر انا سانتي دا غاني شي فغا همم داما ما مانكي انا قدريتم كي دا جاي سو ومنستر انا سانتي دا غاني شي فغا دالي في تيران خدي ما هذا جاي سي وغاي سانسيبليزينا دا تا جاي اورين دنا ما دا تشي تجي في ميشانا تيري تا كولا جاي هجينا نا جاي انفورمينا بكتانا غوفرنما كتانا منستر دا غاني شي فغا جهود همم دا اب ما يندم خدي ما هاغوم جاي سو نورمال ما لانك اني نزانا دو نوتر كوتي ان تانك ارتست دا ني ودرنا حقنا نكونتينيو نسو او ب ب اسمشن ده ب اكتيفيتي حقنا بقدر حقنا ان تانك ارتست ب ب ادا انا منستر انا سانتي ب ات انا غوفرنمان ب ات وكي انا ناس اخرين ب ات وكي انا سوسيتي ب كوميسي انا كوفيد ب بيزنال ده كل حاجه كان لي منو فور فتو خير قدر حقنا صار تمام بجي وصلنا لنهايه البرنامج كان لك رساله اخيره توجهها للساده المشاهدين والله يا اول حاجه نشكر أسرة البرنامج والرسالة بتاعتنا أول حاجة خلي أي زول يحترم كلام هنا الكوبرنما وكلام هنا من السير السانتي يغسل إيدينا أول شيء أن دخل أي محل في بيتك في منستير في أي مكان أول شيء غسل إيدينك بعدين كان في عندك الكل كله سوي بعدك سلام بأهدان ده ما في يعني كل يوقت ديستانس 1 متر وفي نفس الوقت الاحترام على الأسرة كله توقع إيالك مرتك وبالنفس النقطة الثانية الارتيست كله ما تكسره حتى أنا كان شيفة الهايت طوى وكان شيفة السنجيري كلهم يعني جايمين بجهودهم هم ذاتها ما نسوا صحيح من برضو ما بزول أنتم شيء ما في لكن جاي جابدو وأني نزاع أتنك رجرب ما دي دانسير أم ديزيم بروفيشنال اللي جات RD MPT دم بجوايا برضو قايم بجهودنا وبرضو إنكات اللي هو المنظمة العامة للاتحاد اليونيدا الإنكات كله برضو قايم بجهوده لأنه في ده أكثر من 300 و400 أرتست يعني أي زول كي قايم بجهوده فأنا نشكر وزير الإعلام ما ننسى وزير الإعلام ده مريحي ده يعني بصراحة فتح بابه مكتبه وقته كله للكوفيد 19 وده وصية يعني نشكره رسالة من هنا نشكره على انه اهتمامه بأي شيء بخص الكوفيد 19 خليه يباسي ده ذاته يعني ده نوع من الخدمة ذاته عشان شنو يعني بنتي مورال صحيح للجورناليست للارتيست للناس دعمانا يعني معنويا واداريا نحن نشكر كل الكوميسيون كوفيد 19 نزيدهم الله يزيدهم قدره وبرضه لكن لا ننسى مساج لاخواننا الجيش ارمي ناسيونال من هذا المكان ونشكر فخامه رئيس الجمهوريه بالجهود اللي القوات المسلحه قامت فوقها والله حفظهم ذاته هناك ده علينا في محلهم ده كوفيد 19 ذاته ما في ده ذاته كي الله حفظهم الله ينتم قدره امين منيره اخر كلام عندك ممكن تورينا انا داني ريميرتي كاتير جورناليست دول ميرسي جورناليست دول الغاي يديفيزي شانسون اغينا بارتو داني ني ريميرتي اوسي ارتست دول الغاني نادو مي جي انريجستري ما غاي سال مني نشي ما يدور شي دونك ني ريميرتي الناس كلها كي على غاي سوتينير علينا مورالما او ماتيريالما كلها دونك ريميرتيمان كثير رجاي ديال الجورناليست عشان هما بخدم حقهم الكثير قابسو ينادونا في راديو ينادونا في تلفزيون او ناس على جاي يدلوا بكام واحد مثل ارتيست دول اللي جاي لهم جاي سانسيبيليزي ناس ولا بكام واحد مثل هسا علي ما جاي سي لي يالا تلفي انفان دو لا رو جاي نادوم انفان دو لا رو جاي يروحوا ده دونك انا ريميرتي الناس كلها كي انا توجور ني انسيستي خلي يرسبكتي كونسين هنا منستر انا سانتي و هنا كوميسيون انا كوفيد تمام يعني كنت نشكرك منيره مكالا ونشكر ادم احمد عبد الجبار دمبوجوي على تلبيتكم الدعوه لحضور برنامج خاص حول التوعيه السيد استاذ اذن بهذا نصل واياكم لنهايه هذا البرنامج وفي نهايه اشكركم على طيب الانتباه والمتابعه حتى القاكم دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا ما كان سلموك